تشهد بغداد والعديد من المحافظات العراقيه موجه تظاهرات ينظمها خريجو الجامعات والمعاهد للضغط على الحكومه من اجل توفير فرص عمل لهم واحتجاجا على احتكار الكتل السياسيه لدرجات وظيفيه بعينها. المثنى احدى المحافظات الاشد فقرا. ما عاد لدى الخريجين سبيل سوى التظاهر بعد سنوات من التسويف والمماطلة بعهود ووعود أطلقتها الأحزاب خلال المواسم الانتخابية بشأن توظيفهم على الملاك الدائم إحنا مطالبنا تم التسويفها التقينا برئيس الوزراء أكثر من مرة وتبني الموضوع وما حققنا شيء فإحنا اليوم خرجنا بهذه الوقفة المشرفة أبناء العراق الصادقين خريجو المثنى أكدوا استمرار تظاهراتهم حتى تحقيق مطالبهم منذرين بالتصعيد احنا خريجي الزراعة من مظاهرين من 2019 طيب صار لنا أكثر من ثلاث سنوات ما شفنا أي اهتمام قضيتنا لا من الحكومة المحلية ولا من الحكومة المركزية بالعكس لا من الحكومة المحلية ملينا من الوعود الكاذبة من قبل المحافظ ومن قبل مسؤولين المحافظة وعدم تحقيق مطالبنا شباب وبنات خريجين منذ سنوات درست وتعبت اكثر من 16 سنه تطالب بابسط الحقوق هي حقوق حقوق التعيين اليوم خرجنا مظاهرات وراح نستمر مظاهراتنا لحين تحقيق مطالبنا. المتظاهرون اكدوا ان الجهات المعنيه لا تتجاوب مع مطالبهم ويؤكد الخريجون انهم ينتظرون تنفيذ ما وعدوا به حال اقرت الموازنه الماليه. وعلى الرغم من وجود فائض مالي وعماله اجنبيه تقدر اعدادها بمئات الالاف الا ان قرارا بابقاء ملايين العراقيين عاطلين عن العمل يبدو اكثر نفعا للاحزاب من تشغيلهم وحل الازمه